من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي مصر مع اليمن من أجل تحقيق الاستقرار. كما أوضح العليمي أن مصر كانت ولا تزال تساند اليمن من خلال مساعدة الشعب اليمني على مختلف الأصعدة. أنا أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائما دفاعا عن الجمهورية في الشمال واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمار. وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962. واليوم فإن مصر تقف معنا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل